ممدوح حاجه اكتر من رائعه دايما، وبنتكلم في 1500 مصنع يعني في كل الانشطه والتصدير، دي حاجه نطمن بيها دايما المواطن، فرص العمل موجوده، التصنيع التصدير حاجه ايجابيه جدا. مش هينفع يكون موجود معايا الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه، وكنت انا متابع برضو اخبار لسيادتك في المحافظه في الفتره اللي فاتت، كان في دايما استعدادات سيادتك كنت بتناقشها مع كل الساده الوكلاء والمساعدين عند سيادتك يا فندم، الجزئيه الخاصه بتطبيق قانون التصالح، واحنا بنتكلم برضو ان في بقعه زراعيه داخل الشرقيه، فعناوين عريضه كده للرتوش الخاصه بتطبيق قانون التصالح داخل المحافظة من خلال سيادتك سيادة المحافظ. واحنا طبعا زي ما حضرتك عارف صدر اللائحة التنفيذية للقانون، طبعا احنا عدد المتقدمين عندنا اكتر من 248 الف حالة او 248 الف طالب، وده رقم كبير. طبعا. فطبعا بجانب لما هيتم فتح باب التقدم في عدد كبير برضو هيتقدم، فده كان بيستوجب ان احنا نجهز نفسنا من خلال زيادة اعداد اللجان. فاحنا اجتمعنا وحددنا اكبر اعداد موجوده في المراكز، اي مركز، وبناء عليه تم زياده اعداد اللجان فيه، بجانب اللجان المشكله داخل الوحدات المحليه اكثر من 100 لجنه موجوده، واتفقنا من كل وحده محليه وكل لجنه هتسلمنا كام ملف يومي تنتهي منه، بحيث ان احنا حطينا جدول زمني ان شاء الله ننتهي من جميع هذه الملفات في اسرع وقت. زي ما تعودنا دايما في محافظة الشرقية ملفاتنا بناخدها بجدية شديدة، وبنحاول قدر الإمكان نحل مشكلة المواطن. وكمان حضرتك محافظة الشرقية عاملة مراكز تكنولوجية في جميع الوحدات المحلية، فنكون إحنا المحافظة الوحيدة اللي وصلت لي مستوى الوحدات المحلية بمراكز تكنولوجية، لأن عادة المراكز التكنولوجية بتبقى موجودة في العواصم المدن، انما احنا عملناها في جميع الوحدات المحلية عشان تبقى قريبة من اهلنا على طول، اللي عايز يتقدم بالملف بتاعه، وعلى طول اللجان بتشتغل على مدار الساعة، وبنأمل ان شاء الله يكون في نقلة كويسة جدا في انهاء هذه الملفات الهامة لجميع المواطنين. هاي يا دكتور ممدوح، يعني الجزئية الخاصة، حتى في الجزئية الخاصة بالتقنين، وسيادتك قلت رقم كبير جدا 248 الف وربما يزيدوا، في التطور التكنولوجي داخل المحافظة هيتم بالفعل من منذ في الحدث ده تطبيقه كمان، ان الناس يبقى في تيسير على المواطنين داخل المحافظة في سرعة بقى ورقمنة وتكنولوجيا، ان الاجراءات نفسها بما انك بادئ بدري ومستعد كمحافظة، وكمان مع التكنولوجيا دي اعتقد يبقى المواطن في الشرقية في الجزئية الخاصة بالتقنين مش هيشعر خالص بأي إجراءات صعبة أو معطلة أو شيء، ودي أمور إيجابية جدا حابب أبشره من خلال سيادتك يا فندم. إن شاء الله يا فندم إحنا هنجتهد تماما بإن إحنا زودنا اللجان عشان تفحص، لأن الأعداد كبيرة جدا يا أستاذ هاني. طبعا 248 ألف رقم كبير جدا يا دكتور، الله يكون في عونكم. بجانب يعني. بجانب الجديد بقى اللي هيقدم، إحنا متوقعين هيقدم من 40 ل 50 ألف ملف جداد، فده بيستوجب ان احنا نشتغل على مدار الساعة طول الأسبوع من خلال عدد لجان كبير، وهو ده اللي احنا عملناه فعلا، شكلنا عدد لجان كبيرة جدا، واستعنا بمهندسين من كل القطاعات، مديرية الإسكان، المهندسين داخل المراكز وداخل الديوان العام، واستعنا ببعض المهندسين اللي هم ليهم خبرات كبيرة تفوق العشر سنوات من القطاع الخاص عشان يساعدونا في هذا الملف وهذه اللجان، وان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله ونقدر ننهي هذا الملف في اسرع وقت ممكن ان شاء الله. كل التقدير والاحترام لحضرتك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه، ربنا يقويك ويوفقك انت وكل اللي بيساعدوك في المحافظه. تحيه.